هالمره بالكشك بالكشك والمكدوس شكلهم كشك ومكدوس وفراكي. انت بتفضل الاكل الجنوبي ولا اكل البقاعي؟ لا اذا بنديره مناطقيا اكل الجبل بفضل اكل الجبل. انا بفضل اكل الجنوب. بين الجنوب والبقاع اذا اشتعلت معركه الكشك والفراكي وشيخ الطباخين لنشوف كيف بده يحسم الجدل شيف انطوان. خلينا نشوف. هي حرب ضروس لم تضع اوزارها بعد، تدور معاركها على الساحة الافتراضية بين الجنوبيين والبقاعيين، ومحورها مطبخ المنطقتين ومأكولاتهما. شرارة هذه الحرب انطلقت مع تصريحات أدلى بها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من جنوب لبنان، تناولت ملفين بالغي الحساسية بالنسبة إلى أبناء منطقة البقاع، وهما الكشك والمكدوس. ما عده أهالي البقاع اعتداء مباشرا ردوا عليه بدءا بمهاجمة الزعتر والسماق، ولم تنتهي عند الفراكي والكمونة. ولم يوفر طرفا المعركة سلاحا على مواقع التواصل بما فيه البث المباشر. كشك عنا دير بعصايته يا خيل، إذا بدكن تعذوق الكشك، كشك مش أحلى من كشكنا. إيه؟ وعكن تتعدوا ها؟ تتعسكن ردة تقيلة اللي باعني على الخفيف. حدا ما بيحب المكدوس رأيه بالأكل مش مهم، مش يعني خلص انسى. الليلة هو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المكدوسيين. وطبعا هن إذا مش عارفين يعني في حزب عظيم كبير ووصل على كل أصقاع العالم، حزب الفراكي. اليوم على أنين أهل الجنوب وأهل البقاع مين طبخوا أطيب وأكلاتهم أطيب؟ أهل جنوب. أنا جنوبي. لا البقاع. بالكب النية هيدي معروفة، مجدرة الحمراء هيدي الأهل الجنوب. الكشك بقاعي. حضرتك من وين؟ من البقاع، من الهرمل تحديدا. معروف أكتر أنه نحن مميزين بالكشك، معلش بدكم تسمحوا لنا فيها. مثلا بجنوب يهتموا أكتر في فراكي، في كبة بندورة، في المجدرة الحمراء. بالكشك والمكدوس من وين؟ وين أطيب؟ لا أهل البقاع أنا ضايقتهم، أهل الجنوب مش ضايقتهم. وأنتو كبيرتي شو موقفكم من الموضوع؟ فينا ننزل على المعركة بالمفتقة. يتخوف المراقبون اليوم من امتداد المعركة إلى مناطق أخرى كالشمال وبيروت وجبل لبنان، وحرصا منا على السلم الأهلي ولحسم الجدل القائم توجهنا إلى أصحاب الاختصاص. وقت نجي بنحكي عن المطبخ الجنوبي بنكون عم نحكي عن الكبة البندورة، كبة العدس، بنحكي على الفراكي اللي هي كمان كتير مشهورة بدقوها على البلاطة مع التحويج اللي بحطولها من كموني وكل المكونات اللي هن بيعملوها. مثلا هالإشياء هيدي مش موجودة بالبقاع، ولكن بس تقول البقاع بشكل عام كأي شخص لبناني وبحب طعم التمه يعني دغري بتروح على المكدوس، بتروح على جميع المكابيس، بتروح على الكشك اللي أنا بقول مشهور هو فوق إنه الكشك هو للبقاع لأهل البقاع. هلأ إذا ما نجي لنتائج أنا بقول أهل الجنوب شاطرين وأهل البقاع شاطرين، بس كموني كشك وأورما وما شابه ذلك ومكدوس ومكابيس هني أهل البقاع إني أشتر شوي فيها. إذن يفوز البقاع في إعداد المونة وفقا لمقادير شيخ الطباخين، فيما تقويم المطابخ مرهون بالذوق الفردي والنفس، على أمل أن تبقى هذه المنافسة وتتطور من العالم الافتراضي إلى عالم التذوق، وحين ذاك نفوز جميعا بسفرة عامرة. حسين طليس، قناة الجديد.